سيد عبد الحكيم رئيس المجلس العسكري. لكن هناك القذافي على معمر يعني ممكن تصف لنا. اتصل بي المهندس السعدي بالأمس البارحة وتحاورنا وتناقشنا فيما يتعلق بالضمانات والتأمين النفسي. كان يحرص على أن يؤمن نفسه وحياته. تكلمنا في جملة من هذه القضايا والأمور. نحن قلنا له لا تخشى على نفسك من الأذية، سوف نضمن لك حقك كإنسان ونضمن لك أن تعامل بكامل حقوقك الإنسانية. أمر المآل البت فيما يتعلق بالشأن المتعلق به هذا سوف يترك للجانب القانوني للدولة. بس على يعني خلفيتك مع الجماعة المقاتلة. البحث عن القذافي نحن نشكل غرف عمليات لهذا الأمر، نجمع فيها المعلومات ثم نتحرك وفق هذه المعلومات. العديد من المعلومات التي تريدنا نتعامل معها ونتحرك للتحقق منها. لدينا بعض المعلومات ربما تكون راجحة أنه لا، طبعا هو خارج العاصمة، ليس في العاصمة. التعامل مع هذا الهدف أمر مهم وغاية في الأهمية. نحن إضافة لتأمين العاصمة، نحن شكلنا عبر المجلس العسكري طرابلس لجان متخصصة متعلقة جزء منها بالأمن وجزء آخر متعلق بالتحرير، لجان عسكرية وأخرى أمنية. اللجان الأمنية مهمتها استقرار واستتباب الأمن، اللجان العسكرية مهمتها متابعة مثل هذه البؤر والنقاط التي تحتاج إلى تعامل لتحريرها. أي بلد ولن يكون منا عملا يمس أداء أي من هذا النظام. الآن الشعب تحرك كله وزال هذا النظام. رسالتي التي أرجو أن تنقل عن